الأزياء التقليدية رمز لكل بلد وعنوان لهويتها التي تميزها بين الدول، تكشف عن ماضيها وأصالتها وتحاكي ثقافة وحضارة كل شعب. ضيفنا اليوم يحمل على عاتقه مهمة عرض وإبراز اللباس التقليدي لبلدة تونس ولبلده تونس، ويحمل قصصا من تاريخه وارتباطه بتنوع عادات وتقاليد تونس، ويهدف إلى إعادة إحيائها بملابس مناسبة للاستخدام اليومي. المزيد ينضم إلينا هنا في الاستوديو مصمم الأزياء التونسي سفيان بن قمرة. يسعد صباحك سفيان. صباح النور والسلامة. الأزياء الجميلة زي تقليدي تونسي تراثي، ما الذي يميزه عن باقي الأزياء؟ والله زي تقليدي تونسي كله هاند ميد، كله مصنوع بالإيد ومطرز بالإيد بالخيط الحرير أو بالعدس أو بالكوتيل اللي تقوله للترتر، من الألف إلى الياء. نبدأ من الكونترا، يعني هو الشوز كله هاند ميد، للجبة للبلوز الفارملا الكونترا المنتين والشاشية كله. وتوا فيه تطور شوية أنه دخلنا عليه الألوان باش يواكب شوية العصر ويقبلوا عليه الشباب. على فكرة سفيان بلقبوه بسفير الزي التونسي التقليدي. طيب، مفهوم أنه كل إنسان بحب بلده، بيعتز بتراثه وعراقة بلده، خصوصا الزي التقليدي، لكن شو الهدف على الإصرار باستحضار هكذا زي تقليدي في زمننا هذا اليوم؟ لأنه دخلنا في عالم صعيب برشا، عالم العولمة. فالحمد لله، يعني شخصيا وشرف لي أقوله لكم، بعد 10 سنين رجعت الام بي سي لاني لقب سفير لباس تقليدي تونسي خديته من ام بي سي جروب. طلعت ما شاء الله في 25 قناه، لكن شرف لي اللقب يعيشك والله، اتشرف. وبعد هذا كله يعني مسيره كبيره عرفت بلباس تقليدي تونسي، بالعكس تميزت لاني في ظل هذا كله الشباب شجعتهم انهم يقبلوا على لباس تقليدي تونسي، واعطيت فكره كبيره للعالم العربي على ابجديات وعلى تميز لباس تقليدي تونسي اللي بدا يتطور يلقى رواج عربيا. طيب، الملفت يا سفيان في اللباس التونسي انه خفيف، يعني ما يغلب في السهرات ولا حتى في الاعراس، وعم نشوف صور للنساء والرجال. لماذا هو كذلك؟ يعني من ناحيه الخياطه والتطريز. ممكن انه الطقس، احنا عندنا كما تعرفوا عندنا شتاء بارد برشا كثير، وعنا السيف زاد سخون، فاحنا عنا اقمشه يعني سبحان الله نطوعوها كيما جماعه الصحراء كيما جماعه الثلج، نطوعوها باش نواكبوا درجه الحراره في اي منطقه. وكيفاش يقولوا، انا قلت مره طلعت في وسيله اعلام عربيه قلت لهم جلسات الحريم حرير في حرير، لانه نستعملوا برشا الحرير، نستعملوا برشا ماتيريالز خفاف. عم تشوف لميس سفيان وانت زميلتنا، عم تنسيه لميس تونسيه فخوره بزي عايشك عايشك. هذه شو احنا نقول، جبه محلوله هي. انا عملت العبايه لكن على الطريقه التونسيه، تطريز نقش تهليل وتكون مفتوحه، وهذه اكثر واكبه المراه الخليجيه العربيه. لاحظت انه يعني في جنسيات اخرى غير التونسيه صار في حماس واقبال على الشراء؟ والله فما، خاصه شو توا مش تجاريه برشا، لكن نجم نقول انه مشاهير العرب يلبسوا من عندي كثير، وهذا شرف ليا لانه ولاو يقبلوا كما مثلا ما شاء الله اخواننا اشقائنا المغاربه، يعني القفطان المغربي فارض نفسه، توا اللباس التقليدي التونسي فارض نفسه عربيا.
اها طيب سفيان انت لك كمان هيك تيبس او وصفه سحريه للجمال وانه يكون واحد ستايلش، شو هي هاي الوصفه؟ حبينا تحكي لنا اياها على الهواء مباشره. أنا نقول حاجة مثلاً، أنا كخبير في لباس تقليدي تونسي عمري ما تقيت بالدور الأزياء العالمية أو الألوان الدالجة. أي ست أو حرمة أو امرأة اللون يلبق، ما شاء الله عليك شوت بارك الله، السواد زاد طلع جميل، ما شاء الله البياض زاد طلع البلوغوا، عايشك برشا برشا. فالحمد لله، يعني أنا أقول أول حاجة اللون، يعني المرأة والراجل اللون اللي يرتاح فيه. لو مثلا ما يهمنيش أنا تقول لي دور أزياء اختارت اللون الفلاني، يعني ما نمشي على الترند أبدا أبدا أبدا. أنا أوف وايت، يعني في تونس معروف الجبة هذه الأوف وايت والبيج والوايت، لكن دخلنا عليها الألوان، مثلا الجبة هذه الرجالية لكن احنا رديناها نسائية وزدناها تطريز فوشيا. يعني هذا هو اللي أنا أقول من الخلطة اللي تواتي كل مرأة عربية تونسية تلبق لها كما تقول. شكرا جزيلا، نورتنا في الاستوديو مصمم الأزياء التونسي سفيان بن قمرة، شكرا على هذا الجناح. تحية لكم وتحية وقولوا لكم مرحبا بكم في جناح تونس بإكسبو دبي. شكرا لوزارة السياحة ديوان الوطني للصناعة التقليدية، توا قاعدين نعرفوا بدبي مدينة الأمن والأمان وما شاء الله روعة الإكسبو العالمي، فاحنا توا زورونا في البوث التونسي إن شاء الله نوعدك أنا ونادي. مرحبا بكم، عايشك مرحبا.